والتدخل يكون واجبا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت الإنسان على منكر تنهى عنه، يقول لا تدخل، لا تدخل، هذا النهي عن المنكر. أو الأمر بالمعروف، هما سواء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي وظيفة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، لما جاءوا إلى قوامهم يدعونهم إلى عبادة الله وترك ما هم عليه من عبادة الأصنام. وإذا قالوا يا محمد ماذا تريد؟ يعني سببت آلهتنا وفرقت شملنا، ماذا تريد؟ قال أن تعبدوا الله وحده. طيب دعنا وشأننا، لا ما أدعوك، أدعكم وشأنكم أبدا، أدعوكم إلى الله تبارك وتعالى. هذا تدخل، لكن تدخل محمود بل واجب، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الدرجات بحسب أمر المعروف بماذا؟ بترك محرم أو بترك شرك، أمر بتوحيد أو أمر بسنة. المهم أنه إذا كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر فهذا واجب.